يا عزيزتي، الكون يبارك روحك المقدسة والكون يملأك آمين. بالسلام يا أختي. أنت الآن كم صار لك معنا؟ تقريبا سنة ونصف. نعم أستاذ، سنة ونصف. وكيف تجربتك الآن معنا يعني بهاي الدراسات يا أختي؟ والله أستاذ، أنا منذ أن عرفت هذه العلوم وأنا في سعادة وسلام أبدي، آمين وأيضا في تغيير في حياتي كلها، حتى آمين. يعني كل شيء يعني أي من الصفر أنا بدأت، كل شيء يعني تغير في حياتي. أي نعم وكان هذه العلوم كان لها الفضل الكبير، وطبعا الأستاذ حضرتكم ودراساتكم، كل الذي تقدموه لنا من هذه العلوم الرائعة والضوئية طبعا، أي عزيزتي فكان لها الوقع الكبير على كل ما وقع أنا في حياتي من أشياء جميلة طبعا. وأنا وانت أستاذ عندك بعدما، انا نعم يعني من خلال يعني انت من خلال يعني حضورك معنا يعني وجدت انت عندك التلقائيه وعندك الجراه حقيقه، وعندك روح الاستمراريه، وعندك ايضا روح المحبه. نعم اي أستاذ، حقيقه يعني اي يا عزيزتي اي أنا كنت كتبت رسالة كنت أود أن أبعثها، لكن الآن سوف أقرأها يلا اي مباشرة. يلا عزيزتي يلا سلام وضوء على كل أبناء الضوء. آمين. كل ناجح وصادق تطارده طاقات سلبية، لأنه يكون مستفز لبعض الطاقات الظلامية. أي في الآونة الأخيرة سمعت أشياء غير لائقة بطلاب كانوا ينتمون للمجموعة الضوئية، أي وهذا ما حز في نفسي وجعلني أكتب هذه الرسالة. أنا ضمن المجموعة الضوئية مع أستاذنا العظيم شون، الكون العظيم يباركه. وأنا كنت مثل العديد من الناس أبحث عن الحقيقة، فسلكت عدة مدارس، كان أولها المدرسة الإسلامية، ثم بقيت فيها يعني وقت طويل، وبعدها أيوة. بدأت روحي تبحث عن شيء لا يعرفه عقلي لكنها تدركه روحي، فجذبتني علوم الطاقة والتنمية البشرية لفترة، لكن كذلك ما وجدت نفسي هناك. ثم التففت وبدأت أغوص في العلوم الروحية، وتابعت عدة معلمين عبر العالم، لكنني كذلك ما وجدت نفسي. وقبل أن أتعرف على العلوم الكونية بقليل، جذبني أيضا العلوم الصوفية، وكنت أدرس ابن عربي والحلاج وما إلى ذلك من المعلمين الصوفيين، لكن روحي ما تزال تبحث عن شيء هي تعرفه، ولكن أنا كجزء خارجي لا أعرفه. إلى أن تعرفت على قناة المتميزون، وكانت بالصدفة لم أبحث عنها لكن روحي كانت تبحث، حينها عرفت أنها هي العلوم التي يجب دراستها، فعكفت عليها ووجدت روحي هناك، وحسيت بالأمان والسلام الذي ما عرفته في حياتي، وبدأت رحلتي الكونية مع هذه المجموعة المباركة. هذا تعريف بمسيرتي حتى لا يظن أحد أنني أتكلم من فراغ. أقول أيه. لكل الطلاب المغرر بهم، ارجعوا لحقيقتكم، أنتم ضوء، والضوء لا يمكن أن يعيش في الظلام، بل هو ينير الظلام. أقول وأنا مسؤولة عن كلامي هذا أن أستاذنا شون من أعظم المعلمين الموجودين في العالم، ولا يحق لكم أن نعته بأي صفات أرضية، فأنتم تعلمون أنه ينتمي للبعد السابع، وأنه أغلب العلوم التي يدرسها لنا تأتيه من المصدر. لا تغالطوا أنفسكم، ارجعوا إلى الضوء، وإن أبيتم فأنتم الخاسرون، واعلموا أنه لن تنفعكم إلا المجاميع التي تدرس التفرقة. كل من يتكلم على الناس بالسوء، فكل الذين يدعون أنهم معلمون ويتكلمون في الآخرين بالسوء، أرجو لهم أن يكفوا عن ذلك، فنحن في مرحلة على المحك، من لم يتطهر سيبقى في الأسفل. استيقظوا ولا تستمعوا للأفكار السلبية، أنتم بين مفترق طرق، إما النجاة وإما الانغماس في الوهم الأبلسي. استيقظوا، ارجعوا لحقيقتكم، ارجعوا إلى الضوء، فلن تجدوا السعادة إلا فيه. أختكم التي تحبكم. يا عزيزتي الكون يحفظك والكون يبارك روحك. وانا احس انت يعني وانت تقرين عندك يعني تاثر وحب للطلاب حقيقه، وحب الى نعم الحضاره أستاذ، الانسانيه، وحتى حب الى الناس بالشرق. يعني اعتقد وكل من يسمع كلماتك يتاثر فيها، وحتى اللي حاضر معانا يعني عندك الصوت المتاثر حقيقه، والكون
يا عزيزتي يبارك كل الطلاب والكون أمين. يحفظك، وأيضا الكون يبارك يعني هذه المبادرات العظيمة منك ومن طلاب آخرين. يعني حقيقة وأنت عندك الغايات النبيلة، أنت عندك الغايات اللي هي كلها محبة يا عزيزتي. الكون يحفظك والكون يبارك أيضا دراستك الروحية، مسيرتك الروحية، ودائما تستلمين يا أختي خيرات وبركات الأكوان. كلنا نقول آمين. رجاء أنه صلي من أجل أختنا، تعيش أختنا محبة الأكوان خير الأكوان أينما أنت تكونين يا أختي. تقبلي تحياتي. آمين. أستاذ كون العظيم يباركك.